نقلته او نقلته لشخص تالت يبقى ده اسمه الفويس سبيتش. يعني مثلا فور اكزامبل لو انا قلت سما سيد، سما بتقول I am happy، يبقى سما بتتكلم وبتقول ان هي مثلا ايه فرحانة. قالت الكلام ده مثلا لبنت او لولد، الولد ده خد الكلام وراح قاله لشخص تالت، يبقى ده كده حول الكلام من كلام مباشر اللي هو بين الكوتيشنز او الانفيرت كوتيشنز ديت. سامعيني الصوت واضح كده ولا مش واضح؟ تمام نكمل. يبقى هو خد الكلام اللي بنقول ده او اللي بين القوسين ده وحوله وغير الضمائر. طب ايه التغييرات اللي احنا هنعملها عشان نعمل الروبوت سبيتش؟ اول حاجه هنعملها خالص اللي هو هنحول سيد، هنحول سيد اللي هو فعل القول ده لايه؟ لتولد. هنحول سيد لتولد. طيب بعد كده هشيل الكومز، احذف الكومز واشيل الاقواس، هشيل الكومز دي واشيل الاقواس. يبقى انا اول حاجه هحول كلمه سيد لتولد، اشيل الكومز والانفيرتد كومز ديت اللي فوق خالص الكوتيشنز، وبعد كده هعمل ايه؟ هبدا احول الضمائر. احول الضمائر ازاي؟ اي دي مين اللي بيتكلم؟ اي دي عايده على مين؟ على سم. يبقى اقول ايه؟ شي. طيب الجمله هنا في البريزنت احولها للباست، جمله في البريزنت سيمبل احولها للباست سيمبل، يبقى ام تبقى ايه؟ واز، واكمل الجمله عادي. في اي حاجه ثانيه اغيرها؟ لا مفيش حاجه هنا هتتغير، واحط في الاخر فول ستوب. طب الاقواس اللي فوق ديت مش هحطها. طيب مس انا مش هحط سما في الاول؟ هحطها طبعا، هقول سما تولد او سيد تولد ذات، واحط كلمه ذات. تمام كده؟ يبقى انا هحط سما في الاول. انا بس بقول لك هنغير ايه في الجمله، انا لسه ما عملتش الجمله. انا بقول لك انا كلمه سيد ديت هغيرها، وهشيل الاقواس واشيل الكما وهربط بكلمه ذات، وممكن ما اربطش بذات، يعني ممكن احطها ممكن ما احطهاش. كلمه ذات دي احطها اختياري اوبشنال، ممكن احطها ممكن ما احطهاش. وبعد كده هبدا بتحويل الضمائر. اي دي عايده على سما، يبقى اشيلها احط شي. الفيرب في البريزنت حوله للباست. طيب لو هو في البريزنت سيمبل هيبقى باست سيمبل، بريزنت كونتينيوس هيبقى باست كونتينيوس، بريزنت بيرفكت هيبقى باست بيرفكت. ندي كمان اكزامبل، اقول مثلا نوها said to علي، نوها قالت لعلي ايه؟ we are playing. يعني نبدا في تحويل كده الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي من شويه. نوها هنزلها زي ما هي، said said to احولها لكلمه told، يبقى اقول نوها told علي، انزلها زي ما هي واشيل الكومز واشيل الانفيرت كومز واربط بكلمه ذات، او ممكن ما احطهاش دي اختياري. بعد كده ويدي عايده على مين؟ على نوها وعلي. يبقى احولها لايه؟ لزي، هحولها لزي، يبقى ذات زي. والجمله هنا في البريزنت ايه؟ كونتينيوس، يبقى احولها لباست كونتينيوس، يبقى هتبقى وير بلاينج، وحط في الاخر فول ستوب زي ما موجود. في مشكله في البروت سبيتش؟ ندي اكزامبل كمان. لو انا قلت هي سيد تو، هي سيد تو علا، هو بيقول له علا I have finished my homework، هو خلص الهومورك بتاعه. مين هيقول معايا؟ ماشي يلا نبدأ. أول حاجة هنزل هي زي ما هي، ستو هنحولها لإيه؟ told. تمام ستو هحولها لتولد. طيب كلمة علا برضو نزلها ايه؟ نزلها زي ما هي. اي دي عايدة على هي ولا عايدة على علا؟ اي مين اللي بيتكلم؟ هي اللي بيتكلم ولا علا اللي بتتكلم؟ هي. تمام يبقى هي تولد علا، اشيل الاول الكومز ديت واحط ذات. لا
هي وبعد كده احول الضمائر اي قلنا تبقى هي. الجمله في البريزنت ايه؟ بريزنت ايه؟ بريزنت بيرفكت. تمام بحولها الباست ايه؟ الباست بيرفكت. يبقى ذات هي هاد فينيشد ماي احولها لايه؟ هيز. برافو احولها لهيز واكمل الجمله الاخر واحط في الاخر فول ستوب. في مشكله؟ ندي كمان اكزامبل. لو انا قلت اي سيد اي سيد نفتح الكوماز ونقول اي ويل ترافل نيكست ويك. انا ان شاء الله هسافر الاسبوع الجاي واقفل الانفيرتد كوماز. ماشي هنعمل معايا انا قولي يا محمد معايا محمد بس قولي يا حبيبي معايا. يبقى هنحولها زي ما هي سيد احولها لايه؟ تولد. تولد او ممكن اسيبها زي ما هي. لو انا عندي بعد سيد مفعول هحولها لتولد. لو ما فيش مفعول هسيب سيد زي ما هي. طب سيد ورانا مفعول انا ما وراش ايه؟ ما يبقى اسيبها زي ما هي. يبقى اي سيد ذات اي سيد ذات اي احولها ولا اسيبها زي ما هي؟ سيبها زي ما هي. هسيبها لو كانت ولد هحولها لهي لو بنت هحولها لشي. طيب الويل دي احولها لايه؟ للباست تبقى وود. وود تمام. يبقى احول الويل للباست تبقى وود. طيب ترافل اعمل ترافل وود ترافل ترافل هسيبها زي ما هي لان ويل وود كل الهلب كل الاكزيلريز اللي هي الافعال الناقصه بيجي بعدها الفيرب في المصدر انفينيتيف. طيب نيكست ويك بقى اللي انا ما قلتهاش لسه هغيرها هتبقى ذا نيكست ويك او ذا فولوينج ويك. ذا فولوينج ويك اللي هو الاسبوع اللي جاي بعد كده. ليه؟ لان ممكن الكلام ما يبقاش متنقل في نفس التوقيت ممكن يتنقل بعدها باسبوع بعدها بشهر بعدها بيومين فمش هيبقى نفس التوقيت فاحنا بنحول كلمه نيكست ويك لذا فولوينج ويك. طب لو كانت تومورو هتبقى ذا نيكست داي. ذا نيكست داي. طب لو كانت يسترداي ذا داي بيفور. تمام لو كانت يسترداي هتبقى ذا داي بيفور. طب لو كانت ناو هتبقى ايه؟ زين. تمام. طب لو كانت ايه تاني؟ لو كانت ذس يبقى ذات. بشاور على حاجه قريبه؟ لا انا هشاور على حاجه بعيده هتبقى ذات. طب لو ذيس زوس. هبعد عن استخدم البعيد يبقى زوس. تمام كده. يبقى انا دلوقتي بغير في بعض الكلمات او الكلمات اللي هي مرتبطه بالزمن بغيرها حسب الريبورتد سبيتش. يبقى انا بغيرها من الابعد للحاجه الابعد. يسترداي تبقى ذا داي بيفور. تومورو تبقى ذا نيكست داي او ذا داي افتر. نيكست تبقى برضه تبقى ذا فولوينج ويك او ذا فولوينج مانث حسب الكلمه اللي مستخدماها. كلمه ذيس تبقى ذات وكلمه ذيس تبقى ذوز. في كلام تاني ممكن نغيره؟ تونايت. تونايت تمام تبقى ايه؟ ذات نايت. برافو. تونايت يعني الليله بحولها تبقى ذات نايت يعني تلك الليله او الليله اللي هو كان بيتكلم عليها حسب الليله اللي هو بيتكلم عليها الشخص. طيب ممكن برضه نقول ايه؟ ممكن نقول كلمة today برضه نفس الكلام. مس في tomorrow صح؟ تمام. تبقى the following day. تمام tomorrow the following day أو the next day. ماشي؟ ممكن نقولها the following day أو the next day. Both are right. عندي كلمة today بتبقى برضه that day. today بحولها لذات إيه؟ that day. تمام؟ وقلنا now بحولها لزن و tomorrow the next day أو the following day وقلنا next the day next week the week after او the following week next month the month after او the following month last week تتحول لايه؟ نسيت اقول دي last week the week before تمام last month the month before يبقى مثلا the week before. طب لو عندي كلمه here here يعني هنا بتتحول لايه؟ there there يعني هناك. تمام كده. تمام. طيب بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم عندي بعد كده برضو عايزين نعرف حاجات مهمه في التنس ده اللي هي ايه؟ دي المفروض دي الطبيعي اللي احنا قلناه. في بقى حاجات اسمها ايه؟ في الريجولرز. الريجولرز يعني حاجات شاذه او حاجات يعني بغير فيها شويه او بغير في استخداماتها. ازاي؟ لو انا مثلا
لو انا مثلا عندي مثلا قلت ايه لو انا قلت she said she said to me او هي قالت لي ونفتح ال inverted commas وقول مثلا ايه اقول مثلا okay او alright واحط كما واقول I will come. كلمة okay او alright معناها ايه؟ كلمة okay او كلمة alright معناها ايه يا شباب؟ معناها ان هي موافقة ولا هي رافضة؟ موافقة. يبقى انا ممكن اشيل كلمة okay او alright واقول she told me او she على طول agreed. اشيل كل ده كله واقول ايه she agreed هي وافقت. وافقت على ايه؟ to كم مثلا وافقت ان هي تيجي. يبقى ممكن اشيل كل ده خالص واشيل كمان ويل واشيل كل ده واقول ايه هي وافقت ان هي تيجي يبقى شي اجريد تو كم. تمام. يبقى انا عندي لو انا عندي اوكي او اورايت او حاجه بتدل ان الشخص ده موافق او قال مثلا يس يبقى انا هشيل كل ده واقول ايه اجريد. طب لو انا عندي نو لو قال لي مثلا ايه هي سيد هو بيقول لي هي سيد وافتح واقول نو I am busy مثلا. No, I am busy. يبقى هقولها ازاي؟ احنا قلنا فوق هي agreed. طب هنا هو disagree. اه disagree او refuse. يبقى هي refused هو رفض. هي refused and said هو رفض وقال. وحول I am لايه؟ لهي وال am ناخد was يبقى في الماضي يبقى was واكمل الجمله هي was busy. يبقى he said او يبقى اشيل سيت خالص واقول هي ريفيوزد اند سيد هي واز بيزي هو رفض وقال ان هو ايه ان هو مشغول. تمام. طب لو انا عندي حاجه ثانيه اللي هي ايه سجيشنز لو انا مثلا ايه احمد او علي لو علي سوري بسم الله لو انا قلت علي سيد وافتح ليتس Let's go to the zoo. يلا بينا نروح الزو. Let's go to the zoo. أعمل إيه هنا؟ هو let's دي بقول عليها إيه؟ Let's بقول عليها إيه؟ بيعمل إيه لما أقول let's؟ بعمل اقتراح. عمل suggestions. Let's play football. Let's go to the zoo. Let's visit my uncle. Let's try another game. يبقى let's دي suggestions اللي عمل اقتراحات. فأنا ممكن أقول بدل أقول علي said أقول علي. suggested الجمله عندي بقى بكلمه let's يبقى علي suggested واكمل going كلمه suggest يبقى بعدها verb by ing واكمل الجمله going to the zoo. واضحه ولا اقولها تاني؟ تمام. هقول واحده كمان زيها نهى said to منى نهى بتقول لمنى ايه؟ let's buy a new watch يلا بينا نشتري ساعة جديدة يبقى اعمل ايه؟ ها معايا يا رضينا؟ احط نهى زي ما هي وكلمة ست تو دي كلها اشيلها واحط مكانها ايه؟ suggested يبقى she suggested وبعد كده الفيرب اخره الفيرب اخلي اخره ايه؟ ing يبقى اقول let's نهى suggested buying واكمل الجمله للاخر. اوكي؟ اخر جزئيه في النقطه ديت اللي هي لو انا عندي حاجه اسمها احنا عندنا لو انا عايز اعمل اوفر او اعرض على حد حاجه اقول له مثلا لو جالي زائر واقول له مثلا ايه would you like some tea would you like a cup of coffee تحب اجيب لك قهوه تحب اجيب لك شاي would you like some cake تحب اجيب لك كيك دي اسمها ايه ان انا بعرض عليه حاجه بعزم عليه يبقى ممكن اشيل الجمله اللي زي دي بقى لو مثلا قلت ايه she said would you like Would you like some cake? تحب تاخد حبة أو بعض الكيك
يبقى انا هعمل ايه برضو؟ دي المفروض ان هو ايه؟ ده اوفر. يبقى هغير كلمه سيد لكلمه ايه؟ شيء اوفر. هشيل سيد ونحط اوفر مكانها، هتبقى شيء اوفرد مي. هي دلوقتي مثلا لو هي عرضت عليا يبقى شيء اوفرد مي، طب لو هو عرض على ولد يبقى شيء اوفرد هيم، طب هي لو عرضت على بنت يبقى شيء اوفرد هير. ماشي. عرضت عليها ايه هنا؟ سام كيك، يبقى سام كيك، يبقى شيء اوفرد مي مثلا سام كيك. اوكي. في حاجه مش فاكرها في كوزيليت؟ لا تمام. تمام، نبدا نحل كويستشنز عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. الجزء ده ينوت فور. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، يلا من يبدأ معايا؟ يلا يا سلمى ابدأي. ايه مش تشوز؟ ثانية واحدة. هنبدأ في بالتشوز. تمام. ماشي حبيبتي ابدأي. عندك على ايديك. كاترين asked us your opinions on the play to give our opinions. تمام. Asked us to give our opinion. Thank you very much. اللي بعدها شهد. شاهد معايا رقم 2. The teacher warned us the teacher warned us not to do. تمام. warned هنا يعني حذرنا ان احنا نعملش حاجه. warned us to do. طب لو asked يبقى ايه؟ asked to do، طلب مننا ان احنا نعمل. اما warned not to do. thank you very much شاهد. اللي بعدها محمد. number 3. he said that he I will be happy. She said that I would be happy. That he hoped I would be happy. تمام. Thank you very much. He hoped يعني هو بيتمنى. Number 4. جنى. She سمع all about her holiday. Told. She? Told. تمام. أخلي بالي إن كلمة said ما بيجيش بعدها الأوبجكت. كلمة told هي اللي بيجي بعدها object. She told سلمى. She told منى. She told the children. يبقى told بعدها الايه؟ ال object. Thank you very much جنى. ردينا اخر جملة. Number 5. He said he had tickets for concert. تمام. He ايه؟ He said that he had the tickets for the concert. هو معاه tickets بتاعت ال concert. Thank you very much ردينا. 6. سلمى. She promised the next time she was in the area to call. She promised two plus infinity. Can we promise another two must? Thank you very much. 7. Shahd. I decided anything about the misunderstanding. I decide to say. هو هنا بيقول لي decided. انا قررت ان انا هعمل ولا مش هعمل، ولا هقول قصدي او مش هقول. مش هقول ان انا مش هقول اي حاجه مع موضوع سوء التفاهم اللي حصل ده. يبقى I decided not to say. I decided not to say. ماشي تمام. Thank you very much. اللي بعدها محمد. number 8. He said someone not his bicycle. تمام. في حد عمل حاجه او خد ايه البايسكل بتاعه. خلي بالي هي سيد اهو، ما دام هنا الجمله ما فيش فيها الانفيرت كوماز يبقى الجمله هنا مش في البريزنت، يبقى في الباست على طول. يا محمد فين الباست من الاربع اختيارات؟ الباست هاد ستولن. بس كده، يبقى شي هاد ستولن. ثانك يو فيري ماتش. اللي بعدها نمبر 9 يا جنى. شي تول مي هي ايطاليان. تمام. نفس الكلام برضو يا جنى. احنا هنا الجمله هنا بدل ما فيش inverted commas يبقى ده الكلام الايه الريبورت ده اللي اتحول. يبقى انا عايزه ادور على حاجه فيها past. خلي بالي بقى. تمام. she told me he was ولا had been Italian. الاثنين دول الباست. اختار بقى was ولا had been. had been. طيب ليه؟ هتبقى مس هاد بين. ليه؟ تبقى was. لا مش عايزه اختياري ما كانش كده، يبقى كده. انا عايزه افهم ليه.
طيب نبص مع بعض، نبص مع بعض بالجملة. المفروض أصل الجملة يبقى إيه يا جنى؟ المفروض مثلا she said to me، هي قالت لي، وأحط أفتح بقى الكوماز وأقول الجملة اللي المفروض تتقال. أقول إيه بقى؟ المفروض she said to me. الجملة هنا بتعبر عن إيه؟ إيطاليان. إيطاليان دي الجنسية، جنسيته إن هو كان إيطاليان، جنسيته إيطالي. تمام. طيب يبقى أنا المفروض مثلا هقول الجملة الأصلية he is Italian مثلا، ولا أقول he has been Italian؟ He is. تمام، جميل جدا. He is. طيب لما لو انا بقى حبيت احولها، احول is لايه؟ was. بس كده. تمام. هو اللي كاتب was او الحال was في كتاب الحال مش مظبوط. ايه ليه؟ لان هو لو هو الكلام لسه، خلي بالنا من النقطه دي، لو الكلام لسه بنقول حالا مش هغير، يبقى اخلي كلمه بدل ما هي، لو هي كلمه says هتبقى says مش هتبقى told. فانا يعني لو انا عندي بدل ما كلمه told موجوده عندي كلمه says، يبقى اسيب is زي ما هي. طب هي told هنا في الباست، يبقى انا هغير الجمله الثانيه هتبقى he was Italian، لان يعني الكتاب حللها غلط. ماشي؟ okay. ماشي يا حبيبي. نمبر 10، يلا يا ودينا. I told them that they come to the bus. تمام، نفس الكلام برضه، احنا في الباست يا ودينا، يبقى ذات زي ايه؟ could. Good. Thank you very much. اللي بعدها number 11. سلمى. يلا استنى. He to me, I will come to the party. تمام. He said to me. تمام. I'll come to the party. He said to me. خلي بالي كلمة asked ما تجيش دلوقتي عشان ده الجملة دي جملة عادية، جملة خبرية. يبقى he said to me. I will come to the party. Thank you very much. اللي بعدها يا شهد. 12. He warned me. تمام. Wait again. أها. He warned me not to come. Thank you very much. Not to come. اللي بعدها number 13 يا محمد. He said play with matches or you'll get burned. خلي بالي بقى من الجملة دي، الجملة دي يا محمد اللي هو فيها لسه الانفيرتد كوماز موجود، يبقى هو اديك كلام مباشر. يبقى he said هو بيقول ما تلعبش بالماتشز، ما تلعبش بالكبريت، يبقى اقول ايه؟ don't play. تمام، don't play. طب لو هي الجمله بادئه ب don't play يا محمد، احولها ازاي؟ لو قال لي he said to me don't play with matches or you will get burned، هنحولها ازاي يا محمد؟ حولها كده معايا. He warned me not to play. He warned me not to play with matches. تمام، يبقى انا هقول هو حذرني not to play with matches. ممكن نقول حاجه ثانيه؟ He told me not to play with matches. تمام، ممكن نقول حاجة تانية؟ ها؟ ها؟ yes. ها؟ ممكن نقول حاجة تانية؟ يبقى أنا عندي لو هو بادئ جملة ب don't، يبقى أقول يا إما أقول he warned me not to، أو أقول he told me إيه بقى؟ تاني. الجمله هنا يا محمد نوعها الايه امبيريتيف. امبيريتيف اللي هي ايه؟ الامر ده المفروض ان هو يبقى امر مثبت او امر منفي. يعني انا اقول لك مثلا ايه؟ stand up، study hard، look at your book، ده اسمه امبيريتيف اللي هو الامر المثبت. لو هو امر مثبت احوله to المصدر، يبقى مثلا اقول ايه؟ I told her to look at her book، I told her to listen to me، قلت لها اسمعي لي. تمام، يبقى طول مصدر. طب هي هنا don't، يبقى اقول I asked her not to play، I warned her not to play. واضحه دي ولا اقولها تاني؟ I asked her not to play. Not to play. يبقى يبقى اقول I asked her not to play او I warned her not to play with matches. تمام. اللي بعدها يا جنى. Number 14. He told me his name عمر. His name is Omar. يبقى he told me. قولي بقى. هتبقى مس از. لو انا بقول دلوقتي he told me his name is عمر، هو اسمه عمر. تمام. طب ليه ما حولتهاش ل was؟ ليه يا جنى؟
من حلوات عمان يعني مش عارفة ليه ما حاولتهاش لواز. طيب هي المفروض اصل الجملة تبقى ايه يا جنى؟ هي said to me my name is عمر صح؟ هو قال لي ان انا اسمه مش الجملة المفروض خمس اسمها كده يا جنى. هي said to me my name is عمر صح كده؟ طيب انا عايز احولها يبقى he told me that his name احول is لايه؟ ها؟ is احولها لايه؟ اسيبها از زي ما هي ولا احولها للباست؟ لا المفروض احولها للباست. المفروض احولها للباست لان دلوقتي انا مش بتكلم ان هو كان اسمه عمر وغير اسمه، لان بتكلم ان هو كان بيقول ساعتها ان هو كان اسمه عمر وقت ما كان ما كنا بنتكلم. انا ما بتكلمش ان هو كان اسمه عمر دلوقتي وغيره، لا انا بتكلم ان هو وقت ساعتها قال لي ان هو كان ان اسمه عمر، يبقى المفروض اقول برضو واز عمر، his name was عمر. تمام كده؟ اوكي نفس الجمله يا جن. اللي بعدها نمبر 15 He said that, Rudaina? He said that he had studied for 3 hours. Thank you very much. He had studied for 3 hours. Tamam. Thank you, Rudaina. Sixteen, ya Salma? Maa, ya Salma? Sorry. She said that she to the cinema next week. Welcome. Aule? Welcome to the cinema next week. طيب طيب ثانية واحدة بقى كده، مش المفروض ان الجملة هنا ماشي الجملة هنا says، مادام الجملة says مش هحول زي ما انت قلتي كده تمام. Welcome لو كانت said انا هقول ايه would come. خلي بالي هو كمان ما حوليش next week، سايب next week زي ما هي. يبقى لو هي الكلمة says في البريزنت ما قالش، لو هي لو says بسيب الزمن زي ما هو، لو الجملة في الباست اللي هي said بحول بقى من باست مثلا من باست سيمبل لباست بيرفكت، من فيوتشر لايه لود او ايه او كود. يبقى شي سيز تو مي هي قالت، يبقى كلام لسه متقال حالا. شي سيد تو مي شي ويل كم تو ذا سينما نيكست ويك. خلي بالي برده هو ما حولش هنا كلمه نيكست ويك. اللي بعدها يا شاهد نمبر 17 هي سيد هي ان كايرو ان 1990. تمام هو اتولد في كايرو. خلي بالي بقى بصي معايا يا شاه، هو المفروض الجمله اللي بين القوسين تبقى ايه؟ I was born صح كده؟ مش هو المفروض يتكلم عن نفسه I was born مثلا كذا؟ تمام تمام. طب انا عايزه دلوقتي الجمله هنا said هنا هو حولها لي اهو، يبقى هو بيقول لي he said he، اختار was born ولا اختار ايه؟ had been born. had been born ليه؟ عشان هي اقدم، عشان هي باست سيمبل، يبقى انا هحول باست سيمبل لباست بيرفكت، يبقى هاد بين بورن ان كايرو ان 1990. ثانك يو فيري ماتش. اللي بعدها يا محمد 18 هي سو انجري هي تو ذا سينما ود مي. هو كان متضايق، كان عضبان ورفض ان هو يجي معاه السينما مثلا او ما رضاش. هي ريفيوزز تو جو ذا سينما ود مي، رفض ان هو يروح. نمبر 19 نمبر جنى ما قالتش. جنى نمبر 19 سما need to lend her my camera. تمام تمام. طيب احنا قلنا من شويه ان كلمه suggested يعني ايه؟ suggested يعني ايه جنى؟ يقترح. تمام. طيب يقترح ده يا اما يجي بعدها فيرب ان جي، اقول هي suggested going، هي suggested playing. طب هو هنا جايب لي object، جايب لي مفعول، يبقى ما ينفعش اقول سما suggested me، ما ينفعش، مش هتظبط، مش دي الفيرب اللي يجي بعدها object. طيب فين الفيرب اللي هيجي بعديه object من الاربع الفيربز اللي قدامك يا جنى؟ persuaded ولا denied ولا refused؟ احنا لسه شايفين من شويه refused جاي بعدها هو المصدر صح؟ لسه تبقى persuaded. persuaded يعني اقنعتني. يبقى she persuaded me، هي اقنعتني to lend her my camera، ان انا اسلفها الكاميرا بتاعتي. Thank you very much. نمبر 10 يا رودينا 20 معلش I'm sorry 20 ايه؟ ها؟ taking my laptop. تمام. He taking، يبقى انا عايزه فيرب يجي بعديه فيرب اي ان جي. Warned ما تنفعش، promised ما تنفعش، convinced و denied نختار منهم ايه؟ convinced.
ها convinced يجي بعدها مي convinced مي هو أقنعني هي convinced مي هي convinced هير يبقى ما عادش أنا مين deny دي معناها ينكر أو رفض يبقى هي denied taking my laptop هو رفض إن أنا إن هو ياخد اللابتوب بتاعي تمام كده يبقى أنا خلي بالي كده لو أنا مش عارفة الحل أبدأ أشوف كل verb بيجي بعديه إيه احنا خدنا ان كلمه warned يجي بعدها to المصدر او not to المصدر promise نفس الشيء convince يجي بعدها مفعول طب هو انا عايز verb ing يبقى مفيش الا كلمه ايه denied يعني ينكر thank you رضينا number 1 سلمى نخش على رايت he said I will be on time the next morning جميل promised let's هنعمل بقى عايزنا بقى نعمل ايه reported speech يبقى he promised هقول he promised to be on time ماشي او او هقول he promised that he will come on time لا هنحول will تبقى ايه would come would. on time that he would be on time بدل the next morning هتبقى ايه tomorrow لا مش tomorrow نخلنا the next نحولها لايه the following morning أو the morning after يما نقول the morning after أو the following morning ماشي يا رضي بس اللي أنا قلتها في الأول صح هي صح بس برضو دي صح الاثنين صح ماشي يبقى لو أنا قلت promised بيجي بعدها to المصدر يبقى هي promised على طول to be on time وخلصت ماشي أو ممكن نقول he promised that he would be on time next morning اللي بعدها number two مين معايا شهد يلا شهد ندى said you should buy the latest CD تمام بقولي ايه ندى said raise your voice شهد في صوت عالي قوي لا انا مش سامعة منها اصلا شهد raise your voice please ندى recommended buying the latest CD ماشي تمام يبقى ندى recommended مس في صوت صفير انا مش سامعة حاجة عندي ولا عند مين لا مش عارفة هو في صوت في الميتنج انا مش سامعة منه حاجة يعني عندي ولا عندي هي ما حدش بيتكلم ايوه لما لا ما هو لما السبيكر اتقفل كده خلاص الصوت كويس تمام اوكي ماشي طيب اجين يا شاهد معلش ندى said you should buy the latest CD يبقى ندى recommended buying the latest CD لان كلمة recommend برضه من الافعال اللي بيجي بعدها الجيران recommended buying the CD يبقى انا هشيل كل كلمة you should واحط ايه على طول buying اللي بعدها number 3 محمد معلش يا مس نمبر 2 كانت ايه؟ طيب حابب اقولها تاني هقول هي بتقول هنا number 2 ندى recommended buying the CD او ممكن برضه اقول ندى recommended that وحول يو احولها لايه ليو عشان مش عارفين بتكلم مين وشود باي ذا ليتست سي دي الاثنين صح تمام لان ممكن كلمه recommended يجي بعدها that واكمل اوكي يبقى انت عندك حلين يا محمد يا اما اقول ندى recommended buying يبقى جاي بعدها جيرند واكمل ذا ليتست سي دي وحطه في الستوب او اقول ندى recommended that you should buy the latest CD اوكي تمام نمبر 3 يا محمد don't ever do that again تمام my mother هي اللي تقول my mother warned me تمام my mother warned me not warned me تمام ايه بقى